أنت مدعو للانضمام إلى حمية قصر الإمبراطور. انطلاق! ستدفع ثمن رعونتك! أنا آسف! آسف! توقف! قلت لك توقف! هذا يخفف عنك وطأة الحر! لو سمحت قل لي أين أضع بصمتي. أهلا أهلا. سأعود عندما أنتهي من تقديم العشب لحصاني. فات الأوان. كن مستعدا للقيام بواجبك. استعداد! أمام! سر! أرجوك دعني أغفو قليلا. عاش الإمبراطور! عاش الإمبراطور! اسمعوني جيدا، إنني أبحث عن متطوع للقيام برحلة طارئة تعود بالنفع علينا جميعا. تحتاج تلك الرحلة إلى مقاتل شجاع لا يخشى الصعاب، وأنا لا أثق عادة إلا بابن أخي. أشكرك على هذه الثقة يا عمي، ولكنني مشغول قليلا. أيها الإمبراطور، أنا لست مشغولا. هم. سأمتحنك أيها الجندي. أنت مكلف بمرافقة ابنتي في أثناء رحلتها الترفيهية لهذا العام. أنا مستعد لمرافقة ابنة عمي. رهن إشارتك. دعني دعني، لا أريد القيام بتلك الرحلة المملة، فأنا سئمت تكرارها في كل عام. أشعر بأنها مجرد عقوبة لي. ربما احتاج الأمر إلى متطوعين اثنين. سأنال شرف مرافقتك هذا العام يا ابنة عمي الغالية. اعتني بأمتعتي، مفهوم؟ على عيني يا حبة عيني. اعتني بالأمتعة أيها الجندي. Ha ha ha!
ما رأيك في قوتي؟ يعني معقولة. هل تستطيع حمل هذه الحقيبة؟ أو تشك في قدراتي؟ إذن تستطيع حمل هذه أيضا مضافة إلى بعض الحقائب الأخرى أيها الشجاع. هيا أرني مهارتك كي أمتحن بنفسي قوة عضلاتك. هيا ننطلق فلقد حان وقت الرحيل. بينك بانتر شجاع في خدمتك يا سيدتي. فعلا فعلا عضلات قوية. والآن سأتناول طعامي. هيا اجمع لي بعض الأزهار. أظن أن الأزهار لا تنبت في هذا الوادي يا سيدي. إذن أحضر بعض الشوك. ألم تتناول طعامك بعد؟ ما هذا؟ قطعة أساسية من العربة. تنقذ نفسك وتنقذ الحصان معك. أنت شجاع حقا. لم تنتهي نوبة الحراسة بعد، إذ لم تشرق الشمس كما ترى. دعني أبقى هنا، فأنا أخشى الظلمة. ستبدد هذه الشعلة الظلمة، لذا احتفظ بها. لا تخشى شيئا. أساهر القمر الجميل وأغني لحني الثقيل يليل. احذروا، أنا جندي مدجج بكل صنوف الأسلحة. يبدو أنني أخذتهم، أليس كذلك؟ اهربي يا سيدتي، احذري بطش هذا المتوحش. لماذا تقص على فتاة بريئة مثلي ذا العين الجميلة؟ دع الأمر لي. دع ابنة عمي وشأنها، سأعطمك يا وحش الليل الغامض، وإن لم تصدقني حاول أن تمسع. لقد أثارت قوتك المرعبة هذه إعجابي، وبصراحة أنت قوي. حسناً. لقد أثرت رائحة البصل شجونه. لن أتخلى عنك يا وحش الليل الغامض مهما حدث. فليتفضل المستشار الخاص للإمبراطور بالقدوم. إنه وحش الليل الغامض، قدموا له التحية. ها
هل أنت مستعد للرحيل أيها الجنرال؟ هيا احزم أمتعتك جيدا إذا كنت عازما على الرحيل. البقاء للأقوى.